بسم الله الرحمن الرحيم. هل الطائفة المنصورة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس فقط؟ ولا هذا حديث؟ الحديث الذي يقول أن هذا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هذا حديث ضعيف، وإنما الحديث الصحيح أن هذا في الشام. حديث معاذ، حديث معاوية بن أبي سفيان. وبالتالي الطائفة المنصورة هي في الشام، ولكن في دعوتها قد تصل إلى أنحاء الأرض. أما حصرها في بيت المقدس فالحديث ضعيف، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.